إسطوانات إرسية تقدم لكم المطرب المشهور الشيخ خليفي أحمد. كلمني ونكلمك بالتليفون. هذه في خاطرك يا أمي سوري. واسألني عن حالة القلب الفاني. بعد الفرقعات قلبي كل مسجون في ظلمة منه الوسواس بدايني. والله ميطرى فيه قبره مدفون يا تحت بلاط وما يشوف البراني. ما ظنيت فراقنا بالبعد يكون في ذي المرة جاب سم وسقاني. فحالك يا اللي مثلي مغبون. طمن قلبك راه من شوقك ثاني. جريت دمعاك الوادي السيل سخون عاد بكايا في فراحي وحزاني. ايش يا خليفي عقلي سافر حالتي حالة مجنون يا ما نتكلم ما نحرك لساني. صبري صبرك لله. متوحش وحيد في القربة ممحون يا بين أهلي والحس روحي وحداني. وين الصبر على اللي ودع مفتون. واكتب لي بدموع عين وعلواني. يسأل عني راع الحالي مسطون وحير في حالتي كيف راني. يا محبوبي واش فيا فيك يكون مش هابلي. اشعل فيك اكواني. وين صوتك لحني اللطيف حنون. هذه مدة ما سمعتونا داني. حبك زان كثير عليا مظنون وتوصف لي واد حامل وداني. كلمني عن حالتك في التليفون ياي صبرني ونصبري كان ثاني. أجميل الله خالق الدنيا بفنون جابوا صوتك في خيوطنا بانية. اسمع
سمعتك بان لي قولك موزون وعرفتك انت حبيبي حقاني خاطبني ونخاطبك في التليفون كيف العادة غيم للبعد كفايني غلي لي بيات بالشعر الملحون يا محلى بسربها ومعاني فكرت لي مضابك لا محنون وصف لي ما قال في الحب الفاني ربي يجمع شملنا يرجع مقرون يبرى قلبي عود في قربك هاني يا يا يا